بيبدأ فيلمنا مع مجموعة فرسان ماشيين في التلج رايحين ينتقموا لكل إنسان مات. وصلوا المكان ملكة الصحراء الشريرة والسبب في موت ناس كتير بالسحر الأسود. داخل كهفها وعند الشجرة شافوا ملكة الصحراء بتحذرهم وبتقول لهم أنا ملكة العالم، اخرجوا بره مملكتي. الفرسان بيهاجموها ويتقاتلوا معاها ومع الصحراء المساعدين ليها. يموت فرسان كتير لكن كولدر بطل فيلمنا لسه عايش وبيقاوم. والساحرة بسحرها تعرف ان زوجته وبنته اتوفوا قبل كده وسحرته، وظهرت زوجته وبنته ليه علشان كولدر يشتاق ويحضن بنته، لكن فهم بسرعة ويبعد عنها. والساحرة بتهاجمه بقوة وتمكنت منه، وقبل ما تقتله يشعل النار بالسيف السحري ويحاربها وتمكن منها وضربها بالسيف. ملكة السحر بتلعنه لعنة الخلود وبتقوله هتفضل عايش لكن هتتمنى انك تموت ومش هتعرف. مع مرور الزمن وبعد 800 سنة كولدر هنا في الطيارة لسه عايش لانه ملعون بالخلود وبيحمي البشر من السحر، وبيشوف من شباك الطيارة ان الجو فيه عاصفة جامدة جدا ويعرف ان ده بسبب السحر. بيدور على المتسبب في ده يلاقيها ساحرة شابة كانت معاها عدد من الاحجار القديمة السبب في العواصف دي، لكن كولدر بيقررها ويعرف انها غلبانة ما تعرفش حاجة وما تعرفش خطورة الاحجار دي. كولدر بيفهمها غلطها ويقول لها ما تخليش حاجة معاكي ما تعرفيش مصدرها، وياخدهم منها ويوقف سحرهم ويرجع الجو طبيعي.